طيب خلونا بقى نروح نطمن على منتخبنا، نسيبنا بقى من اللامبرجيني اللي اتفجرت دي، وما خلاص بقى يلا اللي حصل حصل. خلونا نروح نطمن على منتخب مصر. ان شاء الله بكره المنتخب هيلعب مباراته الرابعه في تصفيات كاس العالم، وهتكون المباراه امام منتخب غينيا بيساو. منتخب مصر قدر انه يكسب المباريات الثلاثه الاولى ويبقى في رصيد 9 نقاط، ولو قدرنا اننا نفوز على غينيا في ارضها هنكون قطعنا شوط كبير قوي للتاهل لكاس العالم 2026 اللي هيقام في امريكا وكندا والمكسيك. حقيقه حلم كل مصري انه يشوف منتخبه في كاس العالم، وانا حاسه انه بعد الماتش بتاع بوركينا فاسو اللي كسبناه يوم الخميس اللي فات ان العمليه يعني قربت وهنقدر اننا نصعد، خاصة كمان ان نتائج الفرق المنافسة ساعدتنا جدا، واتمنى انها تكمل بالفوز على غينيا وتتعادل بوركينا فاسو مع سيراليون، وبكده اقدر اقول اننا على اعتاب التأهل رغم ان لسه في 6 مباريات بس اغلبها مضمون مع فرق نقدر نكسبها ان شاء الله بفارق كبير، خاصة مع السكواد الحالي للمنتخب اللي بيديره كابتن حسام حسن. عشان كده تعالوا نعرف تفاصيل عن رحلة منتخبنا الوطني لغينيا بيساو واستعدادات المنتخب لماتش بكرة من الناقد الرياضي رامي بشاي. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد عليك يا استاذ، صباح الورد على كل مشاهدينا. اهلا بحضرتك. في البداية عايزين حضرتك كده تكلمنا عن استعدادات المنتخب لمباراة غينيا بيساو. هل كانت الفترة بين الماتشين بتاعت بوركينا الخميس وغينيا الاثنين مناسبة للاستشفاء للاعبي المنتخب؟ يعني عايزين حضرتك تطمنا كده. الحقيقة دي كانت أهم شكوى للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن. هو كان مستاء جدا لأن شايف إن عدد الأيام قليل قوي ما بين الماتشين، خصوصا إن الراجل ما لحقش، إن اللعيبة عايزة تعمل استشفاء وعايز يتدربوا تمرين أو تمرينتين وبعد كده يكون في سفر. طبعا الوقت وعدد الايام كان مضغوط جدا، وكان هو الراجل في حيره كبيره، نسافر بعد ماتش بوركينا فاسو على طول ولا ننتظر يوم ونسافر نلعب تمرينه واحده؟ والراجل اختار الاختيار ده، سافر امبارح، النهارده يا دوب هي التمرينه الرئيسيه المنتخب لعبها وبكره على طول المباراه. كان هو بيفاضل طب اسافر بدري بعد الماتش، ولكن في النهايه قال لا، هي تمرينه واحده كفايه عشان كمان تغيير الجو والاجواء. يا اما دايما اي مدرب بيفضل كده، يا اما يسافر بدري قوي عشان اللعيبه تاخد على الاجواء، يا اما يسافر قبلها على طول بيوم او بيومين علشان يواجه المباراه على طول، يا دوب ياخد اللقاء على طول. موقف منتخبنا واخر الاستعدادات الحقيقه زي ما قلت لك، زي ما كانش في وقت اصلا عشان الفئات، يا دوب عمل استشفاء وفي تمرينه واحده، ولكن في روح كويسه داخل منتخبنا خصوصا بعد الفوز في المباراه الاخيره على بوركينا فاسو، تحقيق العلامه الكامله. منتخب مصر لعب 3 ماتشات، فاز 3 ماتشات، بيقرب خطوه ثم خطوه لنهائيات كاس العالم المقبل ان شاء الله، وفوز بكره زي ما حضرتك قلتي هيقرب كتير. النهارده التمرينه الاخيره الراجل هيجرب فيها بعض الحاجات كده، تقريبا مش هيعمل تعديلات كتيره عن الشكل او التشكيل الخاص بمنتخب مصر خلال المباراه اللي فاتت، هي تركايه صغيره بس اللي ممكن يكون فيها تغيير. كابتن حسام كان لعب بطريقه مختلفه شويه المباراه اللي فاتت، ولكن كانت بدون ظهير ايسر طبعا في ظل ايقاف حمدي واصابه فتوح. ممكن نشوف عمر كملعب واحد بيرجع لمركز الباك ليفت او الظهير الايسر في مباراه بكره، لكن كانت تغييرات جوهريه في طريقه لعب الكابتن حسام او في تشكيل منتخب مصر بكره مش هتكون موجوده عن مباراه بوركينا الى اخره ان شاء الله. طب استاذ رامي، يعني طمنا على لاعبي المنتخب، كان بيقال ان في اصابات وارهاق زي امام عاشور، هل جاهز للقاء غد؟ الحقيقه مش بس امام عاشور اللي جاهز، كل لاعبي منتخب مصر اللي سافر ضمن البعثه الرسميه لغينيا بيساو جاهزين. الكابتن ابراهيم حسن مدير منتخب مصر كان اتكلم على موضوع امام عاشور بشكل مفصل وبشكل شخصي، قال ان امام يا دوب شعر كده باجهاد بسيط، ولما اتعمل فحص بعد ثاني يوم المباراه على طول اتاكد سلامته ومتاكد ان ما عندوش اي مشكله، والراجل جاهز بشكل على المستوى الطبي بنسبه 100%. فكره بقى مشاركته من عدمها بترجع للجهاز الفني بقياده الكابتن حسام حسن، هو بقى هيبدا يقرر ويقيم الموقف ويشوف هل امام عاشور هيبقى مناسب ليه في المباراه دي، واعتقد بنسبه كبيره امام عاشور هيكون موجود بكره في التشكيل الاساسي بشكل طبيعي وهو ما عندوش اي مشكله وجاهز على المستوى الطبي.
طيب استاذ رامي، هل هنشوف بقى طريقه لعب مختلفه او اسلوب مختلف على ارض يعني مش مصريه عن الاسلوب المختلف اللي بيتم اتباعه على اراضي الوطن؟ هو الحقيقه حسام فاجئنا كلنا ولعب بطريقه لعب مختلفه. اخر حد لعب بيها كان الكابتن حسن شحاته في حقبه 2006 و2008 و2010. دايما دلوقتي احنا بنلعب باربعه في خط الدفاع. كابتن حسام غير الموضوع ده ورجع بالماضي كده 20 سنه ورا او 15 سنه ورا ان هو يلعب بثلاثه. موضوع الليبرو ده ما كانش موجود في مصر خالص. شفنا المباراه الاخيره الكابتن حسام رجعه تاني، يمكن هو في حساباته انه بيبقى عايز يامن دفاع كويس ما يحصلش اهداف، يدي حريه اكبر لمحمد صلاح ومصطفى محمد علشان ما يربطهمش بمهام دفاعيه، خصوصا طبعا محمد صلاح الجامعة اليمنى. ولكن الخطه دي اصلا كان ممكن يلعب بيها بره بيكون فيها تامين دفاعي، فبكره ان شاء الله هيلعب بيها. اللي خلاه يلعب بيها جوه مصر اكيد بره مصر هيكون حريص شويه انه ما ينفعش انه يكون بيستقبل اي اهداف، ما ينفعش ان هو يتلقى اي اهداف مفكره. هو الراجل عايز يدير المباراه بهدوء، يحاول يخطف جون ويخطف الثاني مع مرور الوقت ويرجع بالثلاث نقط علشان يفضل محافظ على صداره المجموعه ويفضل محافظ على فكره العلامه الكامله ان هو فاز في كل الماتشات. وزي ما حضرتك قلت في البدايه فوز بكره بيقربنا كثير من صعود لكاس العالم بالرغم ان لسه فاضل مباراه كتير. طيب احنا المباراه اللي فاتت شفنا انتقادات الحقيقه كتير للاداء البدني بتاع اللعيبه، ان هم قعدوا اول 20 دقيقه بيلعبوا كويس جدا وبعد كده الاداء تراجع، فبتشوف ده ازاي؟ هقول لك على حاجه، ودي نقطه لازم الجهاز الفني المنتخب مصر يبص عليها كويس. لان الحته دي كنا دايما بنشوفها مع الفرق اللي بيدربها الكابتن حسام حسن، بيدرب المصري، كان بيدرب الاتحاد، كان بيدرب كذا نادي في الدوري المصري الدوري الممتاز. كنا بنشوف حماس شديد جدا مع بدايه المباريات، وبنلاقي في الشوط الثاني المستوى البدني بدا ينزل شويه. ده بيكون من كتر المهام الكتير الكابتن حسام بيكون بيواجهها لعيبته، ولكن طبعا لعيبه منتخب مصر عندها الخبرات الكافيه اللي تقدر توزع مجهودها على المباراه. ولكن احنا كان عندنا زي فتره طويله منتخب ما لعبش ماتشات كتير، كان مباراه بوركينا لازم نحقق فيها فوز، فكنا نازلين ضاغطين في وجود جمهور اعتقد. وكمان عدد الايام اللي كان التجمع قبل المباراه دي ما كانش كبير، فكل دي عوامل كانت ما ساعدتش الجهاز الفني قوي ان هو يظبط الدنيا بشكل كبير او يحفظ اللعيبه الادوار، خصوصا ان هو غير خطه اللعب وغير الطريقه تماما. فاعتقد مع الوقت اللعيبه هتاخد على الطريقه دي بالمهام الجديده لان هو غير خالص الشكل بتاع المنتخب. ومع الوقت زي ما قلت لك ان هيتم الحفاظ على المستوى البدني، هيتم فهم الطريقه والمهام اللي عايزها الكابتن حسام حسن. حقيقة احنا بنشكر حضرتك جدا ناقد رياضي رامي بشاي، واحنا هنا بنتمنى للمنتخب كل التوفيق والنصر ان شاء الله.